وحكوبات إلا جربها أنت دوره وإنه وأقول لك إنك شرعية وإنه فهم بوحكة هيستا شرعية تفسير كيس يفهم كمبادئ شر شرعية جودين وجرانكرو وحك كلا شرعية نحصي إنه أقون أولي يشوف مع اليد هي حسابات وحك كلا ترى مركا واحد هذا qualifications your competencies هذا يكتان قلبك وحك قرن إن competence كلا جربا إنه تهاي إنه certified يعني و certificate هايستو حسابات هاي اللي معناه دونا واكم هتنيهين سؤالها يفا اللوين كبا وحا وحا فيلايا وحا اخرين طلبات لي ويديو اللي مبرهبا مركا ملا وحا يكو عنا الله هيدين عضين تانا اللي راعيو كل هدي سؤالي هو سلوك علي سؤالها الربعين عن كجواب أرنت أقوله الرئيسة مبادئ الجود مبادئ الجود وسيدو قدامي حراسات كل كن شيء جي وحيلها أقوله الرئيسة إتهاي إن شرع كسل لجاه بيا وحكم إذا إنه شرع هذا إسلام كي مقاصد إذا وافق سني هاي شرع يعني نوا وافق سني هاي مال و شرع هذا إسلام كقوله رمانة يا مشرتو إنه دستور كي يشروع ذا كلا يدل قوية الله وافق سني هاي ما بعدي إذا جود قول على سوا قوة صرمها كلام مالية ده مركز لقاها ضيوم إنيو شرعي حفيز كاني حفيز هذا عصب ولا أمك يما حفيز هراء وشري ومالية ميزانية لها وعي سيدا وميزانية دي سوق بدنا إيو إيو سيدا ووفشنا إيو إنه ملح بناية هنا شرعي يعني وسوق إياه ميزانية دنا هرب هو أوقع نشري وانه وطالع ميزانية في عنا وقفل النوى وقشرته أنا حلم عبد اللطيف لو سألت بي ويديو تما بديو ده كتير تي ولا ثابتي وحكم إذا فجأة حفيز كهند دورك أو أي كتيران سبلاران لا أجي لانس كلو أجي وميت بلاران يهاي ولا تلياشي سي حفيز يدي أقسم كلو قدري ولا كوبي كرايو فجأة هند دورها أي كحجة ندي سواء لو كوبي كرا وحلا يسواه وينو كتيران مثلاً لكن ذاتك مسؤولين تحفيز كشقيين إياه إنه حسانات هلان جودون بع لوجت هذه ما دام هؤلاء حساسية كثيراً أرين تقابك وكل إيمان إياه إسلام وزير ما حنقول حلبان عبد اللطيف إنه ويدياه وزير كمالية دينه سوتشيدين تلية هاي وأرين إسكعد أو مركز تا أو حكومة دوحة لجين إياه سوتشيدين توحله وزير كشقده اللي جهد له هو أبارن oo waa arin inta badan la isla yaqaano lama cadeynin laakiin waa wax la isla wada og yahay oo mabda guud meel ay ka timaada waa inay jirtaa haddii jeerana wasaaradaha leenka ay ka timaada hadii hadda la ilaahdo hal cadeeyana wax dhib oo weyn oo ku jira ma jiraan muddada saddexda bilood ah ee si hayntu ay tilmaamayso wuxuun baa looga jeedaa taxadir ah إن هذه ما دام هو أنت أنا أبغى أنت هاي تحدر بدني كتير إن لا قمرك بدلا دي سلقة هلا يا أوجديو يدد كلا أي سامين كل يهين أو أنا يا هين وح الحوينهم صبح أنتوا صوت وصوت وقريو براس السير لقاعدنا يو بل وقيران بل إن يبارس وضيان وديكم وقتي بالسي شقدو أنا يكو استعجين sababta sa waqtiga aan loo koobin laakiin macnaheedu ma aha waqtiga ugu badan weeye ee u xafiiskaas bananaan karo ama si haya si hayn karo laakiin uu ka yaraan kara sida ay sharcigu hadda ma diidayo inuu ka yaraado waxa laakiin space ka loo abuuray in aanu dhixin oo waqti ciiriya ama codsi dheeraad ah in la soo dalbado hadii lagu soo gudbin kari waayo maadaama baarisa iyo hawlo kale ay ku jiraan أنت دورها هذا شو جا محو كشو جا سؤالش وعبد الرشيد حلم عبد الرشيد جلي ويدي يشرع يدي سه أنت دورها هذا شو جا وحق كيمي أرقم مجابي لو نمبر صدق إياه أفر كن سجال بقول لبيه تدباتنك أنت شرع جن لقى عن سحنا يو شرع جن دق انجلي يو وحدلك شرع هو شرع جهارة إجرا كاس أنا كيمي كن شو جا كان يسامين نوع ما أبو كويا لنا يا. I think تعرف ما حنفلا يا هو مبدأ جود أو شرعي.
انت بدن شرعيته ما لها اثر رجعي وحلا الى هذا اما ريتراكتيفيتي اوف لويس شرعك انت ما انت سميت بريتو لدب وما نقون كرتي دو كمسو بلا بك ومبادئ الجوده الشروع ده اي كمتها marka sharciga hadda hadda sharciyad buu ku yimi kaasana lagu dhaqaya marka uu sharci laakiin ful sharciga uu ku shaqeyn doono ee uu ku fulin doona wuxuu noqon doonaa kan marka uu dhaqan galo iman sheeysu laakiin uu ka horeeyay isaga hab kale ayuu ku yimi oo sharciga waafaqsan su'aal aad soo noqotay ba jirto oo ka hadlaysay dhanka maxaan ku jiraahdaa een qualification kiisa iyo een way aragnimada iyo aqoonta oo ku imanayo ee ku qeexan sharciga een hadii jeeraale aniga wasiirka shaqadana waan soo noqdo arrimaha markay timaado terms of reference marka la qorayo ama qaab shaqeedka qofka si balaaran baa loo qoraa qof dad baa jiri kara yeelan kara shaqooyin kala duwan baran kara law inuu yaqaano because waxa koobaad ee laga rabo hanti dhowruhu waa inuu waa ku dhaqanka sharciga waa inuu fahan buuxa ka haysta sharciga tafsiirkiisa iyo fahanka mabaadiida sharciga guud inuu garan karo waxa kale oo sharcigan xusay inuu aqoon u leeyahay maaliyadda iyo xisaabaadka waxa kale jira marka wax la yiraahdo qualifications iyo competencies haddana eegtaan qodobka waxa ku qoran in competence ka laga rabaa inay tahay inuu certified yahay و certificate haysto xisaabeed qualification kuna baahitaan guud ama waxyaalaha uu bartay inay badan karaan oo sharci baran karo xisaabaad baran karo maaliyad baran karo aba ku jirta laakiin marka laga hadlayo competencies ka waxa si aad loo qeexay inuu certified yahay certificate and finances and madax banaanida gudiga ee aadka loogu xilxiliyay ee leeyahay madaxweynaha soo magacaabaya haddii aad u fiirsataan gudiyadu meelaha ay ka imanayaan waa gudiye cayiman oo marka horeba jiray oo la yaqaano waxa loo yaqaano ex officio ku imanaya labada gudi ee maaliyadda madaxweynuhu ma magacaabo waa la yaqaana golahaana dhisa garsoorayaashu marka horey magacaaban yihiin ay jiraan madaxweynuhu inta warqad soo saara ma oranayo hebel iyo hebel baa garsoorayaasha maxkamadda sare waa liis la yaqaano oo jira ex officio ku imanaya cidda kaliya ee aan hadda la aqoonsanayn ee la garanayn meesha ay specifically kuwa ay yihiin waa dadka lagu soo xulanayo khibradooda xisaabeed ama aqoontooda maaliyadda saddexda qof ah kuwaasna waxa jiri kara charter of accountants oo hadda sharcigeedii hor yaallo oo ay ka iman karaan laakiin dadka hadda inta badan qoramka markaynu ka hadlayno todobada xubnood afar xubnood oo kamidii waaba la yaqaanaaba ama madaxweynaha warqadaha ku soo saaro ama qidii doonta ku soo saartay waa dad la yaqaano oo already magacaaban oo aan waxba laga bedeli karin markaas madax banaani weyn ba halka ka muuqata maxay wasaaraddu u keentay sharciga madama oo iyada uu baarayo wasaaradda maaliyaddu iyada lain oo ah xafiiska hanti dhowrka guud inta badan hay'adaha madaxa banaan oo dhan wasaaradaha shaqada ugu abaaran baa keena guddiga musuqmaasuqa wasaaradda cadaaladda keenaysa laakiin marka uu helo kalsoonida golahan ee madaxweynuhu magacaabo waxa uu u shaqeynayaa si madax banaan waxa aanu ku shaqeynayaa sharciga marka ay yaalla tartan su'aasha way weydiiyey maxamed wali ee ah tartan ka ayaa sameynaya sida uu sharcigeenu sheegayo dastuurkuna sheegayo tartanka furan ee xeerarka shaqaduna sheegayaan iyo habraacyadooda hanti dhowruhu waxa uu ka mid yahay waa civil servant waxa uu ku imanayaa tartan furan oo uu soo marayo oo ay sameynayaan si furan u sameynayaan sida sharciga ama maxaan ku lehdaa habraaca ama xeeroosaadka shaqo qorista dalku sheegayo waxa uu ku imanayaa tartan furan oo hay'adda shaqadu ay samaysay
الله ترتمي أو سامالي أو دانو ترتمي قال حساسه كوي من يا كابينتك وزيرك هو كسر يشيدين وزيرك قفك وعاشقه أما تعلى هذا قاله هم جيني قفل صوت تجابيه أو لحيسيتي أركيسة أو امتحان قالي أو انترفيو قالي أو هنانك شقدي عادي قال الله مريس وافق سن شرعه شقاله رايدك يا براعي هذا شق قريست أيه قاله وزير هذا وكتاج يا مركا وحوي وحلك لفتي جدنا ما رحبنا نكره يحرفت إنه كوي من يه بكم وقت شروع لا شرع لا أنا إنما هي شرع هذا الشق قريست أورد الناس على الشيء يعني الدولة بركا إنا حاسة فيلا يا سؤال هو إني قبلنا يعني سؤال إسكسون نغ نغاني يبقى شري لكن حفلة يا إني 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 إنت هسي وذا كفر قرينه صح هذه أدوا ما سنتي وزير ما سنتي بس هل سعتان سينا حلو